أول شيء أنا أشكرك وكل عام وأنتم بخير، وتقبل الله طاعاتكم وطاعات كل أبناء شعبنا وأمتنا العربية والإسلامية. بالنسبة لسؤالك عن النية، طبعا هي النية واردة، والآن أدرس خليني أحكي الخارطة الانتخابية من حيث الدوائر في ظل القانون، قانون الانتخابات الجديد اللي سمح لأبناء البادية إنهم يترشحوا خارج دوائر البادية وفي أي دائرة من دوائر المملكة. طبعا هناك في مرشحين للأحزاب من خلال القوائم الحزبية، وهناك مرشحين إلى قوائم من خلال الدوائر المحلية. فبإذن الله أرغب في الترشح إلى بالانتخابات القادمة عن الدائرة الأولى، والدائرة الأولى هي الدائرة الرابعة سابقا في العاصمة، وجزء من الدائرة الأولى اللي هي ماركة والنصر وطبرمو وسحاب. طبعا سحاب هي جزء من الرابعة سابقا. جميل. طب هذا القرار انك ترشح على قاعدة، يعني كانت قاعدة كانوا يسمونها بالأول قاعدة الحيتان حسب ما أعرف. طب هل هذا يعني الترشح كان من ممكن تعطينا الدافع؟ يعني هذا شيء أول شيء سابقة تاريخية يعني. صحيح. شوف أنا من الناس اللي طالب بفتح الدائرة، دائرة بدو الوسط للمرشحين، وإبقائها مغلقة على الناخبين كي نحافظ على خليني أقول ديمومة وجود أبناء البادية في مجلس النواب. فما دام تم الموافقة وقر هذا القانون بفتح الدائرة للمرشحين، فالأولى أن أكون كوني من طرح هذا التعديل وطالب فيه أن أكون من أوائل من يتقدم إلى الترشيح في هذا ضمن هذا القانون. نتمنى لك توفيق. الله يسلمك. الله يكتب لك توفيق. وهذه فعلا سابقة تاريخية على مستوى الأردن، على مستوى دائرة البادية الوسطى، دائرة الله يسلمك. طبعا إذا سؤل أنه أنت من دائرة البادية الوسطى جاي للأولى، إحنا الأولى هي أو مناطق، خليني أحكي مناطق ومضارب بني صخر في لوائي الجيزة والموقر، هي جغرافيا هي جزء من الدائرة الأولى. فيعني مش صعب، ولا أعتبر حالي أني أنا يعني خليني أروح إلى دائرة غير الدائرة اللي أنا عايش فيها. أنا من أبناء هذه الدائرة، من السكان القدماء في هذه الدائرة، وأعيش يعني أعيش ما يعيش المواطنين. فلذلك أنا يعني أرغب في الترشح عن هذه الدائرة. والأهم من ذلك، وليس لكوني أنا من أبناء الدائرة الأولى، إنه أنا لدي رغبة في خدمة وطني وشعبي وقيادتنا الهاشمية من خلال مجلس النواب. المرحلة القادمة مرحلة صعبة راح يتعرض لها الأردن في ظل ما يجري في غزة، ولذلك علينا جميع أن نساهم في فرز عدد من النواب القادرين على إدارة الشؤون البرلمانية للمساهمة في دعم الحكومة ومساعدة جلالة الملك في مساعيه الدولية للدفاع عن مقدساتنا والدفاع عن فلسطين الحبيبة وإنهاء الحصار على غزة. حقيقة يجوز الكثير من الناس ما يعرف، مثلا خليني أقول من هم أبناء الدائرة الأولى. أبناء الدائرة الأولى بعد دراستي للمشهد وجدت أنه من كل محافظات الأردن ومن كل عشائر الأردن يتواجدون في هذه الدائرة، من شمالها إلى غربها إلى شرقها إلى جنوبها، وتعتبر من لكل المنابت والأصول موجودة في هذه الدائرة، ولا تختصر على فئة معينة أو جهة معينة أو شريحة معينة. فنحن جزء من هذا الوطن، وعلينا إن شاء الله أن نساهم في بناء الوطن والمساهمة في الدفاع عنه بما يليق بمستوى وسمعة الأردن وقيادته الهاشمية.